الفنان السعودي محمد السليم يتسيد المشهد الفني العالمي بعد مرور 26 عام على رحيله. الفنان انباعت لوحتين من أعماله في مزاد سوثبيز العالمي بسعر تجاوز التوقعات. اللوحة الأولى انباعت بأكثر من مليون دولار واللي رسمها في الثمانينيات الميلادية. أما اللوحة الثانية تجاوز سعرها 22 ألف جنيه استرليني. الأعمال يغلب عليها تداخل الخطوط للتعبير عن الصحراء. وشهد المزاد العالمي أيضا تواجد العديد من الأعمال السعودية، وهي من المقتنيات الشخصية لشذا بنت إبراهيم الطاسان اللي عرضتها على سوثبيز. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم لنا عبر زوم الفنان التشكيلي علي أرزيزة. مساك بالخير أستاذ علي. هلا، مساك الله بالرضا والنورك. شرفتنا في مساء الثقافية. ودي أسألك عن لوحة محمد السليم اللي انباعت بمليون دولار مؤخرا، وش قصتها وش اللي ميزها؟ الحديث عن محمد السليم كثير جدا، وعن أعماله وعن شخصيته الفذة وعن منتجه، بس أنا بقدر أقول لك باختصار، السليم استطاع أن يؤسس في حياته أسلوب اسمه المدرسة الآفاقية، وهذا تميز به الطرح السليم في آخر أيام حياته، اللي هي المدرسة اللي هي مشتقة من أفق الصحراء، الأفق المنبسط اللي ما في عوائق مانعة كثيرة. فتأسست المدرسة دي، صار عليها نقاش كثير داخلي وخارجي، فلوحته هذه تعتبر من الإنجازات الفنية المميزة لفنان معاصر في الفن الحديث. ونعرف حنا من شراها وكم بدأ المزاد، يعني هي بيعت بأكثر مليون دولار، بكم بدأ المزاد لما تم عرضها؟ والله شوف، هي بالنسبة دي السعر اللي حصل مكسب كبير 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 جدا للوطن العربي والسعودية بالذات، لأن التفوق كبير في إيجاد السعر المناسب للعمل. العمل هذا كان معروض في التثمين 120 إلى 150 ألف باوند، وتجاوز 6 أضعاف أو 7 أضعاف سعر اللي عرض فيه، فهذا فخر للأمة العربية والسعودية بصفة عامة، والأستاذة شذا إبراهيم الطاسان في مقتنياتها الخاصة. لا لا شك أنه رقم كبير جدا، لكن أيضا كان في أعمال سعودية أخرى تم عرضها، يعني كم عدد القطع المعروضة لو تعطينا فكرة عنها بشكل مختصر؟ والله شوف، الأعمال اللي عرضت للفنانين السعوديين حوالي 9 أعمال عرضت في المزاد، اللي انباع منها 6 أعمال و3 أعمال لم تنباع، ما في السعوديين. الأستاذة شذا إبراهيم الطاسان مشاركة ب 29 عمل، من ضمنهم فنانين غير سعوديين من بلدان عربية زي مصر والسودان وتونس وإذا إلى آخره، بس ما نقدر نتكلم عنها في الموضوع هذا، نختصر الموضوع على وضعنا اللي حصل في مجموعتها الخاصة. لا أجل، دامك شرفنا في شاشة مساء ثقافية، إن شاء الله تشرفنا هنا في الاستوديو ونتحدث أكثر عن الأعمال السعودية.